سوقان لانتخابات رئاسة الجمهورية داخلية وخارجية. عون: إذا شعرت بوقوع مؤامرة لن أقف مكتوف الأيدي. الجميل: لمواجهة شارخ لبنان إلى المكان الذي وصل إليه. اجتماع مع صندوق النقد يؤكد أهمية التوصل إلى إجراءات تصحيحية. أهلا بكم في نشرة الأخبار من صوت لبنان. قبل الموازنة بيومين، بروفا للأسعار بدءا بارتفاع صفيحة البنزين 20,000 ليرة نتيجة رفع الدعم كليا وربط السعر بمؤشرين سعر البرميل في الخارج وسعر صرف الدولار في السوق السوداء في الداخل. سوقان أيضا لانتخابات رئاسة الجمهورية. السوق الداخلية وقد شهدت افتتاح جولات نواب التغيير بلقاء مع كتلة نواب الطشناق وآخر من كتلة نواب الكتائب، والسوق الخارجية التي تقود فرنسا فعالياتها وأبرز أحداثها اللقاء الفرنسي السعودي الذي خصص للملف اللبناني. إذن في فرنسا شغور طبيعي للرئاسة بالاستقالة أو الوفاة، وفي لبنان شغور متعمد بقرار سياسي. رئاسيات في هذا التقرير. في فرنسا يتولى رئيس مجلس الشيوخ مهام رئيس الجمهورية لدى خلو المركز، وقد استحدث دستور الجمهورية الخامسة هذا التعديل بموجب الفقرة الرابعة من المادة السابعة منه، بعدما كان المنصب يتولاه رئيس الجمعية الوطنية البرلمان. والأسباب الموجبة لهذا التعديل اقتضاه الاحتياط الأقصى لمنع أي فراغ، كون مجلس النواب قد يتعرض للحل بخلاف السناء الذي لا سلطة لأي كان بحله. والرئيس الانتقالي لا يمارس كل سلطات رئيس الجمهورية كي لا يطفي سياسته الشخصية خلال الفترة الانتقالية، فمثلاً لا يستطيع إحالة مشروع قانون على الاستفتاء، ولا طلب تعديل الدستور، ولا حل مجلس النواب. وفي حال تعذر على رئيس مجلس الشيوخ القيام بمهامه، تتولى الحكومة مجتمعة كوليجيالمان المهمة. وفي تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة منذ العام 1958 وحتى تاريخه لم يصدف أن استعملت هذه الآلية سوى مرتين، عام 1969 بعد استقالة الجنرال دوغول عقب فشل الاستفتاء الذي طلبه، وعام 1974 بسبب وفاة الرئيس جورج بومبيدو. في فرنسا حالتان طبيعيتان خلال 64 سنة، واحدة بسبب الاستقالة والثانية بسبب الوفاة. وفي لبنان حالتان غير طبيعيتين خلال نصف الفترة الفرنسية خلال 32 سنة، والحالتان سياسيتان، الأولى بعد انتهاء ولاية الرئيس إيميل لحود الممددة عام 2008 واستمر الشغور أكثر من 6 أشهر وانتهى بتسوية في الدوحة بين الفرقاء السياسيين أوصلت ميشيل سليمان إلى بعبدة، والثانية في نهاية ولاية الأخير عام 2014 واستمر الشغور 2.5 سنين وانتهى بانتخاب ميشيل عون بعد تسوية سياسية مع أحزاب وتيارات وافقت بالنهاية على انتخاب عون، والتجربة الفراغية الثالثة على الطريق. رئيس الجمهورية ميشيل عون أكد أنه لا يمانع بقاء حكومة تصريف الأعمال، لكنه يفضل إضافة 6 وزراء دولة سياسيين إليها، وأكد حسب صحيفة الأخبار أنه لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال تولي صلاحيات رئيس الجمهورية، مبديا خشيته من أن يكون ثمة من يحضر في اليوم الأخير من ولايته أي 31 تشرين الأول لمؤامرة أشبه بانقلاب على النظام والدولة والرئاسة والدستور انطلاقا من حكومة
حكومة تصريف الأعمال أو أي سبب آخر. وتابع عون: قلت مرارا أنني سأترك قصر بعبدة في اليوم الأخير، وأزيد الآن أنني سأترك القصر إذا كان يوما طبيعيا لا أحد يضمر فيه شرا، وإذا شعرت بوقوع مؤامرة لن أقف مكتوف الأيدي، وسأسعى بكل جهدي كي نصل إلى انتخاب رئيس قبل نهاية المهلة الدستورية. أما أن يقع الفراغ فحتما لست أنا من يتسبب به ولن أكون مسؤولا عنه. المسؤولية الظاهرة هي لمجلس النواب، لكن المسؤولية الفعلية هي لمن يقف وراء تعطيل انعقاد المجلس. نواب زاروا بيت الكتائب المركزي، والجميل يرى وجوب البقاء على تنسيق دائم لأننا نواجه شرا أخذ لبنان إلى المكان الذي وصل إليه. في إطار جولة التي يقوم بها نواب التغيير على التكتلات النيابية من أجل تسويق مبادرتهم الرئاسية، زار النواب مارك داوم، ملحم خلف نجاة صليبة، وحليمة قعقور ورامي فنج بيت الكتائب المركزي في الصيف، حيث اجتمعوا مع رئيس الحزب النائب سامي الجميل والنواب سليم الصايغ، إلياس حنكاش، ونديم الجميل. الاجتماع الذي دام حوالي ساعة من الوقت أكد بعده رئيس الكتائب أن الخيارات متشابهة والحلم واحد والهدف انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. بلشنا اليوم التشاور، كانت جلسة كتير إيجابية. بفتكر كلنا بدنا ذات شيء، كلنا عم نطمح لنفس الحلم للبنان، بيبقى أنه نضلنا على تنسيق دائم، لأنه بوجنا في شر، وهذا الشر عم بي للأسف أخذ لبنان إلى المكان يلي وصل له اليوم، ولازم نكون كمان على استعداد للتنسيق بالمواجهة يلي محتمل كمان أنه تنفرض علينا بسبب إذا أصر البعض أنه يفرض علينا وعلى اللبنانيين مشيئته والبقاء بالحالة التعيسة يلي نحن عايشين اليوم. لهذا السبب نحن رح أكيد تبقى الاجتماعات مفتوحة مع زملائنا بكتلة نواب التغيير، مع كل الكتل الأخرى يلي كمان تتشارك معنا هيدا الهم. ما رح نحكي اليوم أكثر من هيك، بعدنا ببداية التشاورات يلي عم بتصير. النائب ملحم خلاف أكد أنهم والكتائب يتشاركان الهم نفسه، داعيا إلى لبننة هذا الاستحقاق. فتيد أمام هذه المسؤولية الوطنية، اليوم نقارب الموضوع لنبدأ هذه الخطوة ونقارب المبادرة بأمور تسمح لنا جميعا بأن نذهب إلى انتخاب ضمن المهل القانونية والدستورية، واللي هي بدنا إياها أن تكتمل بانتخاب رئيس جامع وإنقاذي. هذا هو الموقف اليوم يلي بنقدر نقوله، قاربناه مع كافة زملائنا وخاصة مع زملائنا بحزب الكتائب، ويلي بعتقد الأجواء يلي بنطلع منها هي اليوم بقدر أقول أنه أجواء إيجابية لبل أكثر من إيجابية. رئيس الكتائب أكد أن اللقاءات سوف تستمر والاجتماعات مفتوحة من أجل الوصول إلى الهدف المنشود. من البيت المركزي لحزب الكتائب في الصيف، مروان قدوم، صوت لبنان. وكان وفد من نواب قوى التغيير قد اجتمع أيضا مع حزب التشناق، حيث أبدى النائب أغوب باكرادونيا الاستعداد للعب دور همزة وصل بين الأطراف المختلفة. اليوم مش رايحين لكس عظام بانتخاب رئيس، ضروري نحترم موقع رئاسة الجمهورية، ضروري نحترم رئيس الجمهورية مين مكان على سدة رئاسة الجمهورية، لأنه هو بيمثل الشرعية بالدولة. ثانيا مهم أنه نتجنب بسبب خلافات سياسية تدخلات الخارجية. إذا فينا لأول مرة نقدر ننتخب رئيس جمهوري بعيدا عن التدخلات الخارجية، منكون أنجزنا يلي كنا نعتقدين أنه إنجاز مستحيل. في
في ملف الترسيم، وفي وقت تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاستخبارات الأمريكية حذرت إسرائيل من أن حزب الله يستعد لعمل عسكري، أعلن وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الوسيط الأمريكي أموس هوكستين حمل اقتراحات جديدة لا يمكنني الإفصاح عنها، مضيفا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد إتمام الاتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل. شركة إنرجين حددت 20 أيلول لبدء الانتاج التجريبي، في وقت ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قضايا أخرى تمنع توقيع اتفاقية بين لبنان وإسرائيل مثل حدود حقل قانا الذي يبدو أن معظمه موجود في الأراضي اللبنانية وجزءا صغيرا في أراضي إسرائيل، ما يجعل الأخيرة تطالب بآلية تعويض للغاز الموجود في بحرها. نتابع نشرة فيها بعد الفاصل. من سيكون المحقق العدلي الرديف؟ عودة لمتابعة النشرة. في جديد ملف محقق عدلي رديف، ذكرت النهار أن 3 قضاة رفضوا تولي هذه المهمة، وهم إليل حلو وفادي عنيسي وسامر ليشع. في وزارة المالية عقد اجتماع بحضور خبراء من صندوق النقد، وشدد نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي ووزير المالية يوسف الخليل على أهمية الوصول إلى إجراءات تصحيحية لاستعادة الخزينة إمكاناتها التمويلية، خصوصا بعد تدهور الإيرادات بسبب تدهور سعر صرف الليرة. في السرايا بحث رئيس ميقاتي مع وزير العمل مصطفى بيرم ووفد من متقاعدي القطاع العام في ملف الرواتب. بيرم تحدث بعد اللقاء. هناك مطالب وحقوق تمثل الحد الأدنى للمتقاعدين التي لا يمكن التنازل عنها، وأهمها الاستشفاء وبعض الأمور المرتبطة بالرواتب، وكان دولة الرئيس مستمعاً وتفهم هذه المطالب ووعدهم بآلية للمتابعة وبجلسة للجنة الوزارية ستخصص لمتابعة قضايا المتقاعدين، وتم الاتفاق على آلية للعمل. النائب عبد الرحمن البزري لفت في حديث لصوت لبنان إلى أن الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق مفصلي ومن المفترض أن يحصل ضمن المهلة الدستورية. نحن في لقاء منتظر بيننا وبين النواب 13 التغييريين الخميس مساء مبدئيا، هذا اللي اتفقنا عليه في الأسبوع الماضي، ونحن عم نلتقي يعني سواء على صعيد فردي أم على صعيد مجموعات، عم نلتقي فيما بيننا النواب بلقاءات متعددة لبحث هذا الاستحقاق المهم، لأنه يعني لبنان لا يحتمل الكثير من الانتظار. الوضع مثل ما كل العالم بيعرفه هو أشبه بوضع انهيار شبه كامل، وكل يوم نكتشف انهيار بمؤسسات إدارية وبعناصر بتهم المواطنين أكثر وأكثر. أخبار أخرى في هذا الشريط. أوضاع السجون إلى مزيد من التأزم، وقد دعا وزير الداخلية بسام مولوي إلى الإسراع في المحاكمات والبت بطلبات إخلاء السبيل. معاناة النزلاء في سجوننا مضاعفة من جراء الأزمة، استضاف إلى الاقتزاز معاناة الطبابة والاستشفاء، إضافة إلى الحاجة الملحة لصيانة المباني وآليات السوق والإسعاف. وفي ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي تبرز الحاجة إلى تأمين مصادر مستقلة ومستدامة للطاقة تغذي السجون. أكدت اليونيفل أنها تلتزم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان وتعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، مشيرة إلى أن قرارات مجلس الأمن التي جددت ولاية اليونيفل أكدت حرية الحركة.
طالبت نقابة أصحاب الأفران في بيروت وجبل لبنان بمساواة قطاع الأفران بقطاع المحروقات، واعتبر النقيب ناصر سرور أن الاستمرار في تحميل الأفران النصيب الأكبر من المشكلة، ولاسيما في ظل ارتفاع أسعار المحروقات العالمي أدى إلى وجود نقص كبير في مادة الطحين. سجل عدد كورونا وفاة واحدة مع 239 إصابة جديدة في الساعة 24 الماضية. صدر جدول جديد لأسعار المحروقات وباتت الأسعار كالتالي: صفيحة البنزين 95 أوكتان 646 ألف ليرة بزيادة 8000 ليرة، صفيحة البنزين 98 أوكتان 661 ألف ليرة بزيادة 8000 ليرة أيضا، المازوت 800 ألف ليرة بزيادة 10000 ليرة، والغاز 354 ألف ليرة بزيادة 4000 ليرة. نتابع النشرة وفيها بعد الفاصل: هل بدأت إيران بناء صناعات متطورة في لبنان؟ أهلا بكم من جديد. شدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه من الصعب القول إذا كان الاتفاق النووي سيتم أم لا، وأكد أن إيران بدأت مؤخرا بناء صناعات متطورة في لبنان واليمن ويجب وقف ذلك، لافتا إلى أن المعطيات الاستخباراتية تشير إلى تقدم إيران نحو امتلاك سلاح نووي. تزامناً اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الرد الإيراني يجعل احتمالات التوصل إلى اتفاق غير مرجحة. على خط آخر، أبدى بلينكين قلقه العميق إزاء الاشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في وقت نفت وزارة الدفاع الأرمينية أن تكون قواتها هي من بدأت الهجوم، مؤكدة أن القوات الأذربيجانية قصفت بالمدفعية مدناً حدودية. كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن جيش بلاده استعاد من القوات الروسية حوالي 6000 كيلومتر مربع، في حين أكد مسؤول عسكري أمريكي أن الروس كثفوا القصف المدفعي والغارات واستهدفوا البنى التحتية المدنية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، وشدد على أن القوات الروسية تخلت إلى حد كبير عن مكاسبها في محيط خاركوف وانسحبت إلى الشمال والشرق. الصفحة الرياضية مع رومان طنوس. بداية أخبارنا الرياضية بعودة بعثة منتخب لبنان للسباحة والغطس من القاهرة بعد مشاركتها بالبطولة العربية الأولى للألعاب المائية للفئات العمرية، وقد أحرزت البعثة 14 ميدالية، 3 ذهبية، 5 فضية، 6 برونزية و3 أرقام قياسية لبنانية. إلى ذلك توجت الأرجنتين بلقب كأس القارة الأمريكية لكرة السلة بعد فوز على البرازيل بالمباراة النهائية بنتيجة 75-73. أما ببطولة أمم أوروبا لكرة السلة، تخطى المنتخب الإيطالي نظيره الصربي بفارق 8 نقاط بنتيجة 94-86، كما وتخطى المنتخب اليوناني نظيره التشيكي 94-88، وتقدمت فنلندا إلى الربع النهائي على حساب كرواتيا بنتيجة 94-86. إلى ذلك، كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن خضوع اللاعب إسماعيل أحمد لعملية جراحية بغضروف الركبة. وإلى نشرة الأحوال الجوية. الجو اليوم مشمس إجمالاً مع حرارة 29 أقصاها، رياح جنوبية غربية بسرعة بتتراوح من 15 ل 25 كيلومتر بالساعة ونسبة الرطوبة 63%. بكرة الجو غائم جزئياً والحرارة بتتراوح بين 26 و 30 درجة. نوصل الخميس مع جو مشمس والحرارة بين 23 و 28 درجة. الجمعة والسبت رح نشهد ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على 29 أقصاها و 26 أدناها. النشرة انتهت، تابعونا عبر موقعنا vdl.me ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الابليكيشن. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.